السلام عليكم مجددا، اهلا وسهلا بكم معنا في الجزء الثاني من هذه الحلقه من احداث واصداء، حيث الاسلام هو الديانه الثانيه في فرنسا واتباعه يتجاوزون 3.5 مليون مسلم. لكن المسلمين هم الاقليه الاكثر مواجهه لاعمال العداء، لا سيما بعد احداث شارلي ابدو الداميه التي وقعت عن مطلع العام السنه الجاريه. ويعترف وزير الداخليه الفرنسي برنار كازانوف أن الأعمال العدائية ضد المسلمين التي سجلت في شهر جانفي يناير وحده تفوق بكثير ما سجل طيلة عام 2014. وقد بدا واضحا تأثير أحداث شارلي إبدو على المسلمين بتصاعد نظرة العداء والاتهام لهم. ويرى مراقبون ومناهضون للإسلاموفوبيا أن الحكومة الفرنسية تساهم بتصريحات مسؤوليها في تأجيج العداء للمسلمين، حيث كان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قد نادى إلى محاربة أو بمحاربة ما سماه بالفاشية الإسلامية في تصريح ربط فيه بين الإسلام والأعمال الإرهابية التي وقعت بشارلي إبدو، وكأنها من إملاء التعاليم الإسلامية ومن السلوك البديهي للمسلمين. وتركز الحكومة الفرنسية على معالجة الوضع من بابه الأمني فقط دون إقرار حلول جذرية للإقصاء والتهميش الذي يعانيه المسلمون في فرنسا. لمناقشة فصول هذا الموضوع ينضم إلي عن طريق عبر الهاتف السيد صالح حجاب، ناشط في الجالية الجزائرية بفرنسا من باريس. أهلا وسهلا بك السيد حجاب. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. وعليكم السلام ورحمة الله. صالح، صالح حجاب، يعني سمعتم بهذا التقرير الذي قال وأقر به وزير الداخلية بأن أعمال العداء ضد المسلمين في شهر جانفي وحدها بعد أعمال أو بعد أحداث إبدو شارلي إبدو تفوق ما حدث ضد المسلمين في سنة 2014 بأكملها، ما رأيك؟ نعم أخي، هي 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 هو واقع يعني مرير نعيشه كل يوم. نعم. وهذا ليس نتيجة قضية يعني شارلي إبدو. قضية شارلي إبدو كانت القطرة التي أفاضت الكأس، لأنه كما أشرتم أخي الكريم أن القضية ليست قضية يعني أمنية. هم السياسيين الفرنسيين عندما يتكلمون عن موضوع الإسلام هم اليوم يقولون أنه مشكل اندماج، أنه مشكل أمني، وأنه مشكل تعريف إسلام جديد يعني خاص بفرنسا. ولو أنهم المشكل الحقيقي أنه هي سياسة الهجرة الفاشلة بفرنسا، لأن فرنسا في السنوات التي يعني احتاجت الى اليد العامله احضرت يعني المغاربه والمسلمين عموما ووضعتهم في ما يشبه المحتجزات، ولكنها يعني بطريقه يعني مجمله وهي يعني اقامات معزوله. وراء ذلك كان هناك تهميش عموما، يقطنون في مناطق بعيده عن الولايات، كان هناك ايضا تمييز عنصري في العمل. حتى اقول لكم حتى حاجه، هناك تمييز عنصري حتى في الملاهي. نعم. هناك يعني من يريدون الذهاب الى الملاهي ما ان يصل هناك يرون لون بشرته فهو لن يستطيع الدخول. يعني تقصد صالح حجاب، تقصد ان فرنسا او ان الثقافه في فرنسا ثقافه الاسلاموفوبيا لا تقبل المسلم لا في المسجد ولا في الحانه؟ لا تقبله لا في المسجد ولا في الحانه، واستطيع ان اعطيكم يعني. نعم. دلالات وامثله، وهناك حتى جمعيات قامت بتصوير مداخل الحانات ومداخل خاصة الملاهي يعني النايت بوادنوي. نعم. عندما يدخل يصل يعني المغاربي حتى وان كان مرفوقا مع يعني لن يدخل، وعندما يصل الابيض يدخل ببساطة. وهنا نرى انه المشكل يعني يرجع الى سنوات وسنوات، وهو نعم. ليس فقط من ناحية فشل سياسة المغتربين وسياسة الاندماج، بل هناك أيضا نقطة ثانية، غياب تام لممثلي الجالية. هنا اليوم لدينا ممثل الجالية المسلمة الجزائرية وهو دليل بوبكر الذي يقبع في هذا المكان منذ 1992 ولا يفعل شيئا. هو من قام بمسيرة من أجل إيرفي غوردال، كلنا نردد بهذا. نعم. ولكن لم يفعل شيء فيما يخص يعني المسلمات يعني فصلنا من عملهن، لم يفعل شيء في قضايا عدة. وهناك نقطة أخرى، هناك حرب باردة ما بين دولة الجزائر والمغرب، هي قام تصديرها إلى فرنسا. وهنا عندما تصل أمام معبد يعني يهودي تقول إنه معبد يهودي وكفى، أما عندما تصل أمام مسجد فتقول بطريقة يعني بديهية أنه مسجد جزائري أو مسجد مغربي.
نعم، هناك كازانوف يقول السيد صالح حجاب، يقول أن دور الدولة يتمثل في حماية جميع أبنائها وخاصة المساجد ومسلمي فرنسا من كل اعتداءات، ويركز على حماية المساجد وحماية المواقع البنايات يعني والأشخاص يعني. ولكن الائتلاف لمحاربة الائتلاف الإسلامي والمسلم لمحاربة الإسلاموفوبيا يقول هذا غير كافي، لأنه لم يتطرق لمسألة التمييز ومسألة الإقصاء والتهميش. هل محاربة التطرف، محاربة ربما الإرهاب يكفي أنك تراقب، ومحاربة العداء للمسلمين يكفي أن تراقب البنايات التي يتواجد بها المسلمون دون تغيير في السياسة تجاه المسلمين؟ لا يا أخي، لا نستطيع. وأريد إشارة إلى نقطة ثانية. نعم. هناك بعض الشباب الذي ذهب في هذا التيار الداعشي والتيار الجهادي، ولكن يعني الصدفة أنه في نفس الوقت هناك الحزب اليميني المتطرف يعني هو اليوم في نجاح كبير. لماذا؟ النقطة بسيطة، تهميش الإقامات التي فيها يعني الناس المستوى المعيشي تاعهم يعني ضئيل جدا. نعم. هذا التهميش بعث يعني دفع الشباب المهمش المغترب الى الانحراف والى متاجره بالمخدرات. في المقابل بعث يعني دفع الفرنسيين العاديين، اقول العاديين، الى الذهاب الى اليمين المتطرف. لماذا؟ لشيء بسيط، لان من حكم فرنسا هم اليمينيين واليساريين. نعم. وعموما اليمينيين واليساريين يقومون بسياسه تغطيه المشاكل، كما نضع يعني الاوساخ تحت الضربيه. هذا ما فعله، لذلك اليوم هناك الفرنسيين هنا لا يضعون ثقه لا في اليمين ولا في اليسار، وانجروا الى الكلام يعني المتغطرس والكلام الذي يبعث الفتنه من اليمين المتطرف. وفي وهناك يعني في التوازي هناك مشكل آخر لم نتطرق له. نعم. وهو أنه هناك جاليات أخرى، هذه الجاليات تعيش هنا بفرنسا وتذود من أجل مصالحها، ولكن دون أن تتكلم باسمها يعني أصلها. وهذه الجاليات حتى تغلغلت في السياسة مؤخرا، سمعنا أن بفرنسا هناك 556 نائب، من بين ال 550 نائب كان هناك 60 نائب في برلمان فرنسا لديهم الجنسية الفرنسية والجنسية الإسرائيلية في نفس الوقت. هذه الشريحة من الفرنسيين شبه الفرنسيين أنهم أيضا تغلغلوا في ميدان السينما، يقومون بأفلام عديدة منذ سنوات، وفي أفلامهم هناك مدح لهم، هناك المسكنة لما حدث لهم في السنوات الأربعينية، وهناك خاصة الترويع من الإسلام والمسلمين. نعم. أبقى معي السيد صالح حجاب، ينضم إلينا السيد الدكتور أحمد البرقاوي مدير مركز الدراسات من فرنسا. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد البرقاوي. أهلا وسهلا. نعم. مرحبا بكم. نعم، كنت قد اطلعت أكيد على هذا التقرير الذي يقول بأن أعمال العداء ضد المسلمين في فرنسا قد تضاعفت بشكل رهيب. في شهر جونفي فقط سجل ما لم يسجل في سنة 1914 بأكملها. ما تعليقكم على هذا التصاعد في الأعمال العدائية للمسلمين بفرنسا؟ يعني هذا التصاعد طبعا هو ليس وليد اللحظة الحالية. نعم. إنما هو وليد يعني حقبة تاريخية كاملة، خاصة بعد حقبة الاستعمار. أيوة. وليس ربما لدينا الوقت حتى نشرح بما يسمى هذا البروسيسيس الذي بدأ سوسيولوجيكمو يعني من الناحية الاجتماعية جذوره وعروقه من السنوات الخمسينات على وجه الخصوص بعد حرب الجزائر، ثم بدأ يتطور. ثم أن لابد أن نشير إلى شيء هام، أن القضية الفلسطينية الإسرائيلية أصبحت في فرنسا أحد العوامل إما المعرقلة لتطور المسلمين واندماجهم بصفة نهائية، أو أيضا لتعثر السياسات الخارجية لفرنسا وعدم قدرتها على بما يسمى إنجاح هذا النموذج. نعم. فبالتالي هذه الأرقام نحن لا تفاجئنا، ومع هذا نحن لا ننسى أن هناك عوامل إقليمية أيضا ودولية في الوقت الراهن التي أثرت بشكل سلبي جدا ومباشر
على الحياة اليومية للجالية المسلمة، أقول الجالية، لا أقول الجالية، إنما الفرنسيين المسلمين. نعم. دعونا نتكلم عن الفرنسيين من الديانة المسلمة، هم من يعانون هذا، لأن فيها شريحة كبيرة الآن هم فرنسيين مسلمين. نعم. وأبناء المسلمين من أصول مغاربية وغيرها أصبحوا فرنسيين يتمتعون ليس فقط بالجنسية الفرنسية، وإنما هم مواطنون يعني بكل المعايير. نعم. هذه أصبحت عرقلة للسياسة الفرنسية. دكتور أحمد البرقاوي، هناك من يقول بأن السياسة سياسة الرسمية للحكومة الفرنسية وعلى رأسها وفي مقدمتها رئيس الوزراء في حد ذاته مانويل فالس، يعني سياسة متطرفة ومتشددة، حيث يصف، يقول فالس، يدعو إلى محاربة الفاشية الإسلامية. يعني أليس هذا ربط كلمة إسلام وإسلامية بالفاشية، أنه تحريض مبطن من طرف رئيس الوزراء على المسلمين، وقد ساهم بمثل هذه التصريحات في ازدياد هذا العداء؟ يعني دعني سيدي الكريم. نعم. أن رئيس الوزراء الفرنسي أيضا له طموحات سياسية وله برنامجه في حزبه وعلى مستوى دولة وعلى مستوى أوروبي. نعم. فبالتالي هذا لا يهم المسلمين بشكل خاص. أيوة. إنما الذي يهمنا الآن السياسة العامة الفرنسية، وكيف ينظر الفرنسيون إلى الفرنسيين المسلمين، عامة الفرنسيين كيف ينظرون إلى الفرنسيين المسلمين. هناك طبعا ظاهرة هي أصبحت الآن مقلقة ومزعجة للمسلمين، وهي ظاهرة الظاهرة الإعلامية التي بدأت تحرض طبعا على المسلمين، وهذا ما عبرت عنه مباشرة مع بعض الزملاء الفرنسيين وحتى في بعض القنوات الفرنسية مثل بي اف ام تي في، مثل اي تي لي، وهم قنوات إخبارية مباشرة يشاهدها الفرنسيون. أصبح هذا مزعج للفرنسيين، لأن الطبقة السياسية الفرنسية أغلبها ليست معادية للمسلمين ولا الفرنسيين، وليست معادية للفرنسيين المسلمين ولا حتى المهاجرين من هذه البلدان. نعم. فبالتالي لا نعمم، ونحن نعلم علم اليقين أن في أغلب الشرائح المجتمع الفرنسي ليس هناك عداء مباشرا، وليس هناك في أغلبه معاد للمسلمين. نعم. لكن هناك طبعا أخطاء أيضا وقعت من جانب المسلمين، ليس لهم القدرة المسلمين ولا النخبة المسلمة المترسخة الآن في المجتمع الفرنسي لم تستطع أن ترتقي في هذه المرحلة حتى تدافع عن مصالح المسلمين في فرنسا. نعم. ونحن ليس لنا دوائر تأثير أيضا في السياسة الفرنسية. هذا ما أردت السؤال عليه. 3 ملايين مسلم ونصف المليون، أستاذ الدكتور، 3 ملايين مسلم ونصف المليون، يعني ليس لهم لوبي باستطاعتي أن يحقق على الأقل نوع من التوازن، حتى إذا لم يؤثر تأثيرا بائنا، يعني على الأقل أن يحقق نوع من التوازن لحفظ مصالح المسلمين في فرنسا. أين هذا اللوبي؟ أين تأثيرهم؟ أين رجال الإعلام؟ أين النخبة التي كنت تتحدث عنها؟ نعم، هذه النخبة للأسف هي كنخبة العالم العربي في هذا الزمان المظلم، أعتبره. نعم. مظلم، فهي للأسف تتناحر داخلها وتتجاذب داخلها، ومتأثرة بما يجري على الساحة في الشرق الأوسط وما سمي بالربيع العربي الآن. طبعا هناك تأثير مباشر على هذه النخبة، ولم تستطع هذه النخبة أن ترتقي، إما أن تكون يساريا ولها مطامع نعم. مطامع أن تصل إلى بعض المواقع من أجل مصالح شخصية، أما أن نفعل عملا مثل ما يفعله مثلا الأرمينيون، مثل الإسبان، مثل الإيطاليين، مثل يعني عدة جاليات استطاعت الآن أن تتموقع وتشارك الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفرنسية. جاليتنا المسلمة التي أكثر من 3 ملايين، هي ما يقارب 5 ملايين مسلم. أبقى معي الدكتور أحمد البرقاوي، أوجه نفس السؤال إلى السيد صالح حجاب الناشط بالجالية الجزائري بفرنسا. سيد صالح حجاب، سمعت الدكتور البرقاوي يتحدث عن النخبة المسلمة في فرنسا، ليست كالنخب أرمينيا، إسبانيا، إيطاليا، حتى الصينية، الفيتنامية، كلهم يعني مندمجون بطريقة إيجابية مع الحفاظ على ثقافتهم،
ومع استفادة من المجتمع الفرنسي وما يقدمه من خدمات ومزايا. أين لكن ما زال المسلمون والنخب على وجه الخصوص يعانون من نفس الانقسامات الموجودة الأيديولوجية على وجه الخصوص التي نقلوها من بلدانهم إلى فرنسا. أليس بهذا مشكل أساسي السيد صالح حجاب؟ نعم أستاذ، هو من بين أهم المشاكل كنا حين نتكلم على الدور نتاعنا. نعم. السلبي في القضية. اليوم النخبة غائبة، اليوم احنا نحتاج الناس يعني يعيشون يتكلمون عن الإسلام هنا بفرنسا، يتكلمون عن الإسلام الذي يتعدى مساحة يعني مساحة السجادة، يعني مساحة يعني أين نصلي. هنا اليوم المشكل أنه أغلبية المساجد لا نرى فيها يعني أمور تكلمنا على ما نعيشه هنا. في الناحية هنا حتى نقطة أريد أن أشير لها، في حين أن هناك جاليات أخرى يعني تملك قنوات وتملك أماكن في السياسة وتملك يعني أملاك عقارية وإلى آخر، هناك البعض والأغلبية قد أقول من جاليتنا من يتساءل هل التصويت هنا في انتخابات فرنسية حلال أو حرام، وهناك من لا يريد الذهاب إلى الشراء ويضع قضية القروض ولا يريد إيجاد حلول أخرى. نعم. كل هذه الأمور قد تعطينا قوة. وعندما تكلم الأخ عن قضية الإعلام، نعم الإعلام هنا هناك قنوات مثل بي اف ام تي في وغيرها لديها اسم يعني قد يبدو لك عادي، ولكن مشكل من يسيرها هي عصبة يعني تعطي يعني سموما هارية، وهذا ما يقوم بغسل يعني رؤوس المواطنين الفرنسيين عموما. حتى نعم. يعني مؤخرا كانت على سبيل النكتة هناك من كتب انه يعني كان يشاهد بي ام تي في وبعد مشاهدتها لأسابيع كاد يذهب ليقتل جاره كما كتب، فقال فإذا بزوجتي أتت لي يعني لتذكيري أنني حتى أنا مسلم. هنا نرى المشكل أن الإعلام هنا والله عنده يعني دور عظيم، وهناك أيضا حتى نعم. الجرائد المجانية، هناك جرائد مجانية تجدها في النقل العمومي عندما تأخذها ولديها أسماء عادية. نعم. هناك لوماتا لوسوا ديركت، هذه الجرائد عندما تنقل مواضيع تعطيك وجهة في مرة من المرات. عندما كانت غزة تقصف رأيت عنوان مكتوب بالأخضر وليس بالأحمر، وعندما قرأت في الأسطر القليلة كتب أن هناك 700 ميت، في حين هنا الإعلام بفرنسا عندما يموت قط يكتبون يعني العنوان بالأحمر ويقولون ويعني ويعطونا زخم كبير. نعم السيد صالح حجاب، إذن أليس مع الحكومة الفرنسية الحق بما أن الجاليات المسلمة يعني يأتي أفرادها من دول إسلامية تختلف في الأيديولوجيا في المذاهب في الطائفية في غير ذلك، أليس إذن من حقهم اتخاذ تدابير لمنع تمويل المسلمين في فرنسا من طرف دول أجنبية؟ لأن مثلا إذا كانت دولة عربية تمول جالية معينة ستفرض عليها سياستها ومذهبها. كذلك إعداد الأئمة الذين يلقون الخطب يعني في داخل فرنسا بدل الذين يأتون من الخارج وينقلون هذه الأفكار الطائفية والمذهبية والأيديولوجية وغير ذلك. لا استاذ، قضيه الاموال يجب ان نكون يعني احرار، نكون اوتونوم، لا نحتاج اموال لا الجزائر ولا الاطفال. نعم. التي تفرض قوانينها. جيد. ولا يعني ما ياتي من دول اخرى. جيد. قضيه اختيار الائمه وتكوين الائمه ليس النظام الفرنسي او النظام غيره المغربي الجزائري من يكون الائمه، لانهم هم في قرارة انفسهم يقولون امام مدير يعني امام معتدل. نعم. ولا نعرف ما معنى كلمه الامام معتدل، حتى انهم قاموا مؤخرا بتعيين من سموهم هم ممثلين ومتكلمين باسم المسلمين، وهؤلاء الناس هم كارثة، هم أعداء الإسلام. أيوة. ويقومون يعني باستضافتهم بكل بلاطوهات بكل التلفزات بكل القنوات، وهم من يضع يعني الخنجرة في ظهر الإسلام والمسلمين. لذلك تجمعنا قوتنا يعطينا أننا نكون نحن من نكون أئمتنا، نحن من نكون طريقة عملنا، ونحن من يدافع على كيف نعيش بفرنسا. ونقطة أشار إليها ضيفك الكريم هو أننا عندما يتكلمون عن باقي الجاليات يقولون فرنسيين وفقط، وعندما يتكلمون على المسلمين يقولون مسلمين أو عرب أو مغاربة. نعم. أو أفريقيين. أبقى معي صالح حجاب. أعود بسؤال إلى السيد الدكتور أحمد البرقاوي. الدكتور أحمد،
ألا ترى بأن لفرنسا الحق في تكوين الأئمة بطبيعة الحال بالتعاون مع جهات تراها هي مفيدة لتكوين أئمة معتدلين لا ينتمون لطوائف ولا لمذاهب ولا لأيديولوجيات ولا لدول تتناحر مع دول أخرى، يعني بالتعاون مع المسلمين؟ الفكرة جيدة لكن أعرف أن التطبيق صعب وربما يمشي في صالح فرنسا إذا لم تجد من المسلمين قوة يعني تكون أئمة مسلمين من الجالية المسلمة داخل فرنسا. سيدي الكريم، يعني لو علم المقارنة ربما يصبح لنا أداة في توضيح بعض النقاط التي نعم. أرى فيها أن فيها إشكاليات. أكيد. لماذا لما نتكلم عن وضع المسلمين نتكلم فقط من الجانب الديني ولا نتكلم عن الجانب الاقتصادي، عن الجانب السياسي، عن الجانب الاجتماعي؟ نعم. لماذا نتكلم دائما على الصلوات، نتكلم على الجانب الديني الروحي وكأن المسلمين نعم. لم يحيوا فقط إلا الإسلام؟ ليس فقط، نحن في حاجة إلى مراجعات في تفكيرنا أيضا، لابد للنخبة وغير النخبة أن تراجع نفسها وتموقعها في فرنسا. تنظيم المسلمين، ولا أقول الإسلام، الإسلام منظم من أصله، تنظيم المسلمين في فرنسا لا يحتاج شيئا كثيرا، إنما يحتاج إلى أولويات. أولويات المسلمين في هذه الفترة الصعبة ليست أولوية تنظيم أئمة، إنما هو نعم. تنظيم في فكرنا وأولوياتنا العلمية وكيف نؤسس لمستقبل مع هذا الجيل الجديد الذي هو فرنسي، ونعطيه ثقافة جديدة تتأقلم مع الوضع الفرنسي وليس تتأقلم على تونس والجزائر والمغرب. نعم. يعني نحن في خلط للمفاهيم مع أبنائنا، نعود إلى المنزل ونفرض نمطا ما عشناه في بلداننا في بلداننا يعني التي ولدنا فيها. نحن أيضا لنا مشكلة في تفكيرنا ولا بد من توضيحها. إلا أني لا أعترض طبعا السلطات الفرنسية بصدد الآن معالجة واقع المسلمين في فرنسا، إما أن تتدخل الدولة وليس، لكن الدستور الفرنسي واللائكية لا يعطيها هذا الحق وهذا الدستور، إنما هم بصدد دراسة هذه الوضعية. لكن المسلمين للأسف ما زالوا كما قلت وسبق أن قلت متصارعون متناحرون داخلهم، هذا مغربي وهذا جزائري وهذا تونسي وهذا مشرقي، وهذا طبعا يغذي النزاعات ولا يغذي يعني ولا يغذي الالتقاء نحو نقاط نعم. هامة يمكن أن يلعبوا دورا هاما في المجتمع الفرنسي. ثم أريد أن أشير إلى نقطة نعم. هامة أيضا فضل. أن الآن لنا فرصة، لأن وضعت على الطاولة خاصة أساس الفرنسيون الآن وضعوا على الطاولة والإعلام الفرنسي وضع على الطاولة مشكلة المسلمين، لابد أن نتقدم بطرح جديد، لابد أيوة. للنخبة والإعلام مثل قناة المغاربية حتى ولو كانت في لندن ممكن أن تعطي لنا المجال أن نقترح بعض المقترحات، وهذا لابد أن يسمعها أيضا المجتمع الأوروبي عامة، لأن أصبحت المشكلة مشكلة المسلمين وكأن أوروبية أيضا، وهناك الآن أصابع اتهام إلى أبناء المسلمين في هذه الأوطان، ولا بد من الدفاع عن هذه الرؤية، ولا بد من طمأنة المجتمعات الأوروبية كلها والساسة شكراً. أيضا والإعلام. شكرا جزيلا الدكتور أحمد البرقاوي مدير مركز الدراسات، كنت معنا من فرنسا. وأعود بسؤالي الأخير للسيد صالح حجاب. سيد صالح حجاب، كنت تستمع للسيد الدكتور البرقاوي في نهاية الأمر، قال لماذا نركز فقط على مسألة الأئمة والمساجد عند المسلمين وهذا ما يزيد في الاختلاف، لماذا لا نركز على طرح جديد لتكوين المسلمين لإعطاء صورة مشرقة يتوحد فيها المسلمون من أجل مصالحهم الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والحياة في أوروبا والاستفادة من مزايا ما يقدمه المجتمعات الغربية للمسلمين، ويركز على وجه خصوص على الإعلام الذي لم يعطي لهذه الجالية الكبيرة التي تشكل فيه دول فيها 300 ألف شخص، لكن الجالية 3.5 ملايين، معناها بإمكانها تشكل 10 دول في دولة. ما رأيك يعني في هذا الطرح، يعني التوجه نحو إعلام للجالية يتماشى ويخدم مصالح الجالية في الغرب في فرنسا على وجه الخصوص؟
الأستاذ عنده يعني صدق فيما قال 100%، لأننا لماذا إذا أردنا ممثل للمسلمين نذهب نبحث عن إمام مسجد قد يكون هذا الإمام لم يذهب حتى إلى المدرسة أو يحفظ القرآن فقط؟ لذلك اليوم يجب علينا، هو نرجع نقطة الاندماج ونرجع نقطة سياسة الاغتراب، يجب على فرنسا أن توقف الكيل بمكيالين وتعتبر هؤلاء الناس فرنسيين 100%، ومن هنا يكون هناك حتى هؤلاء الناس، هؤلاء المواطنين سيعيشون المواطنة كاملة 100%، وسيذهبون إلى البلد، يعني يعملون في البلديات وفي البرلمان، وسيتكلمون كفرنسيين، وسنجتاز قضية هذه الإسلام، لأنهم عندما يتكلمون عن الإسلام وعن اللائكية للأسف هنا في فرنسا السياسة هي سياسة منافقة مراوغة، تخرج ورقة اللائكية عندما تنفعها وعندما تريد تحريم شيئا. هنا في فرنسا الأولياء يستطيعون الذهاب يعني لأخذ أبنائهم وهم لديهم يعني التطواج يعني الوشام ولديهم أشياء يعني مقززة لا نقول شيئا، وعندما تذهب مرأة لديها يعني الخمار وهو حتى خمار تقليدي وليس خمار حتى قدر يكون تقليدي ليس إسلامي، يقيمون الدنيا ويقعدونها ويتهمونها ويرفضونها. لذلك نعم يا أخي الكريم يجب علينا اليوم نحن أن نتغلغل في هنا في المجتمع. كنت قد زرت معبد يهودي في براغ في دولة تشيك، ورأيت هناك ورقة كتبها يعني حاخام اليهود في سنوات الخمسينات، قال لهم سموا أبناءكم بالطريقة الألمانية، البسوا بالطريقة الألمانية، عيشوا مثل الألمان، ولكن لا تنسوا ديانتكم. لذلك نحن اليوم يجب أن نفهم جيدا أن الإسلام لن ينحصر في الركعات. الإسلام ليس يعني حاجة روحية كما قال الأستاذ، الإسلام هو دستور حياة، الإسلام هو أن نعطي صورة جميلة عن المسلمين وأن نفرض يعني مكاننا، وليس بالتنديد والمقالات وبالتجمعات، يجب أن نفرضها بالعمل بالجمعيات بالمؤسسات وبالقنوات. ونقطة أخيرة، القنوات لا يجب أن تكون قنوات يعني طائفية أن نسميها لا أعلم المسلمين وغيرها، نستطيع أن نسمي قناة الشروق أو المستقبل أو نسميها أي اسم، ووراءها نعمل كمواطنين فرنسيين ونعمل مع باقي الشرائح. شكرا جزيلا السيد صالح حجاب الناشط في الجالية الجزائرية بفرنسا، كنت معنا من باريس. أشكركم أعزائي المشاهدين على متابعتكم لنا لهذه الحلقة التي عرجنا فيها على الملف المصري، ثم عدنا إلى فرنسا في قضايا المهاجرين، قضايا الجاليات أو الجالية المسلمة في فرنسا وما تعانيه من اعتداءات بعد أحداث شارلي إبدو على وجه الخصوص. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.